المغرب له يعني الحق في ترسيم الحدود لانه هذا من الحق ديالو، ولكن كذلك انه يتعامل مع الجاره الاسبانية لانه الاسبان تقول بانه ترسيم اللي هو وسطي، بينما المغرب تقول ترسيم العادل، وهذه المساله ديال مبدا الانصاف كاين في الاتفاقيه ديال 1982، ولازم انه يكون يعني واحد الحديث باش يمكن يكون استغلال ديال الموارد اللي موجوده في قاع البحر، سواء بالنسبه للجرف القاري او المنطقه الخالصه، بطريقه منصفه وبطريقه عادله للبلدين في اطار حسن الجوار اللي عندنا مع اسبانيا.